بسم الله. من الحاجات الجميله في اوتوكاد 2019 هو ان هو حل مشكله كانت بتواجهنا كتير، ان انا لو عندي لوحتين وعايز اعرف الفرق بينهم. يعني ممكن تلاقي لوحتين، ممكن يكون لوحه مثلا موجوده على فلاشه ولوحه موجوده على الهارد، وده طبعا غلط بس ساعات بيحصل. فالحل بقى موجود في كولبريت، بلاقي عندي حاجه اسمها دي دبليو جي كومبير، ببدا اضغط عليه بيقول لي طب اديني الاثنين دي دبليو جي عشان اقدر اقارن بينهم. تمام، هو خد المسار الاولاني من اللوحه اللي انا افتحها، هديله اللوحه الثانيه واقول له اوبن واقول له كومبير، هو يبدا يقارن بين اللوحتين. بيفتح اللوحتين وزي ما انت شايف جاب لي الحاجات المختلفه، عمل لي عليها كلاود بحيث اعرف ايه الحاجات المختلفه. لو انت جيت تبص هتلاقي ان دي موجوده في اللوحه الاولانيه ومش موجوده في اللوحه الثانيه، اللي هم دول اتلغوا من اللوحه الثانيه. لو انت عايز تاكد مش مصدقني، ماشي ماشي مش مصدقني ماشي. بص هتلاقيهم اختفوا من هنا، بينما في اللوحة الأصلية موجودة هنا. كويس، لو حد بيلعب أي قصة اختلافات ممكن يدخلهم على الأوتوكاد ويعرف ايه الفرق بين الصورة الأولى والصورة التانية.